لنعمل صلصة ديب نفرم نص بصلة ومنقليها شوي مع زيت زيتون لتدبل. نرجع منحط فوقها حس ثوم مفروم ومنحركهم لشي 1 منت ومنتركهم ليبردوا على جنب. نفرم 3 بندورة صغار منحط فوقهم فليفلة أخضر وأصفر وأحمر مع هالبينو كمان. منحطهم على النار ومنخلطهم كلياتهم سوا لتنزل مية البندورة. للسبايسز أنا استعملت بلاك بابر، غارليك باودر، أونيون باودر، بابريكا وأكيد حطيت ملح. هيك بتكون خلصت عندي هيدي الدب. هيدي واحدة من الدبس اللي كمان فينا ناكلهم مع الناتشوز. جربوا هالريسيبي وقولولي شو رأيكم فيها. صحتين على فكرة، كتير طالعة طيبة.